السلام عليكم خوتي، كنتواجدوا في سوق القريعة مع الاخ ديالي هنايا، عنده طائر الحر تبارك الله. بقى وليد خويا، قول لنا خويا شي حاجة عليه، شي معلومات عرفنا به. خويا هذا الباز هذا ديال الصيد تيطرود اخويا، كتولي تصيد به، تولي تطلقو تشد به الحمام، شي ود دربكم عدو الحمام ما حاملوش تطلقو ليه اي لعبة، كيكبر كيولي كبير اخويا تبارك الله، فهمتيني كيولي كبير، هز قنية ضرب تعلب. بقى وليد اخويا، خدي شي 300 درهم دابا صح، واش اكو خبا عارف شي مشكل ولا عيق عاوليه، الله يشري لي شي 300 بس واحد الجلد اللي يدك. ضروري هاني اما بدا راه مرود، راه ما كاين شي خاص راه كيتسال ثمن خويا شحال؟ خويا هادي يلا خدي شي 300، يلا خدي شي، يلا خذها الاصلي خويا، كي كله كيتقدر بثمن ولا كان مرود راه كيوصل شي بزاف. البارح شفت واحد الوثائقي في الجزيره في السعوديه، عرفتي اش كيديروا لهاد الشيء؟ السعوديه راه الامارات يهرب لك وحق الله العظيم، نفس والاغنياء مولوعين بهادشي، لا راس عشيسي كيهربوا نفس لا راس، نفس عنده الدمعه اللي يكون وجهك حل هذا الشاهين، الشاهين خويا الا حطيتي ليه الوزه في الارض كتبقى تشوف فيها، كتبان لك الوزه تقلبات طار من الريش، هو ما كيبانش سبحان الله، حتى كتشدو في الكاميرا عاد كيبان لك هو كيفاش جاي كيفاش ضربها سبحان الله، عنده واحد السرعه بحال يقول السرعه خياليه باش كيمشي سبحان الله. اسخاور الله عنده شهرين، ربي عز وجل هو اللي عطى هذيك الميزه باش كي حنا داك الشيء اللي باغي ربيع الحمام اخويا باش نشريه مولوع، تحيه ليك خويا مزيان ضروري نخرج والله دابا ياخذ ما دابا الدياي اش كنت كنت تبدا في الجيش في النهار زين، اول حاجه كيضرب في السوق هي الكبده، الحميمه ديولك ديولنا واه باش نصوروهم شي هما.